تقريبا كلكم شفتوا يافطة تحت مكتوب عليها ماشيتسي. منكم اللي انتبه ومنكم اللي ما انتبه ومنكم اللي انتبه وعمل حاله مش منتبه، وفي اللي سأل شو ماشيتسي وحلل واكتشف، وفي اللي سأل شو ماشيتسي وحلل وما اكتشف، وفي اللي قال شو مسرحية وفل. بس السؤال اللي موحد الجميع انه ليه نحنا بدنا نحضر هودي الشباب اللي عاملين ماشيتسي ونضحي ب15,000 على شو؟ فرح نقلكن شو الأسباب إذا بدكن تحضروا ماشيتسي. السبب الأول محمد عباس طالب بالألأيو بس بالمسرحية. ايه بمثل بالمسرحية. شو جيدة؟ ايه تمام. ايه تمام. هيدي المسرحية ضد الفكرة الطائفة، وخصوصي انه نحنا من ايام الفينيقيين. فينيقيين عباس؟ نحنا من ايام الفينيقيين ونحنا طائفيين. لك حتى طائر الفينيق عرفتوا؟ طائر الفينيق بعضهم لهلا عم يتخانقوا اذا مسلم او مسيحي. شو طلع مسيحي؟ ما بعرف. انا نادين مهروسه وطالبه بجامعه البي اي يو وممثله بالمسرحيه. بتقولي السبب الثاني؟ قولي السبب الثاني. نحن كلبنانيه منحب نضل نضحك على حالنا، فلهيدا السبب نحن هوناها عليكم وعم نقلكم انزلوا اضحكوا على حالنا. سمير دياب طالب متخرج من الال اي يو وممثل بالمسرحيه. السبب الثالث، هدفنا مش نغير تفكير حدا، لا كليا، هدفنا انه نوصل لهدف، مش تنصير نحب بعض. لا مش تنصير مع بعض. ما حنحب بعض يعني. مش تنصير مع بعض، تنصير على القليله نسمع بعض. محمد سقلاوي طالب بالألأيو وممثل بالمسرحيه. والسبب الرابع، وانتبهوا منيح، احنا مش مشاهير، احنا طلاب مثلنا مثلكم، وبعتقد اكتريتنا من هالجامعه لازم تدعمونا. محمد الحمود طالب متخرج من الأيو ممثل بالمسرحية. سعر البطاقة 15,000، منطقيا شو رح نصير غنايم ورا ال 15,000؟ زالوا اسألوا قديش أجار مسرح بابل، بتعرفوا إن نص المصاري رايحة للمسرح وللديكور. صح، نحن يعني ما مرضين شي خي عمي. أبدا. يفكروا، من هيك مفكرين. مش حاطة بجيبتك شي. لا يا خي. بس للضرورة يا أحكام. أحمد عبد الله طالب بالألأيو وممثل بالمسرحية. السبب السادس، تطورنا بسياراتنا، بتيابنا، تليفوناتنا، بس هل يا ترى تطورنا بفكرنا؟ ما بظن. حسين دايخ طالب من مدرسة رنام عوض وبمثل بالمسرحية. السبب السابع، تنوصل فكرة للجيل الجديد اللي أنا منهم إنه الطائفية شيء مش حلو أبدا. شو حنين؟ بالمسرحية معي وهون معي بي بي سي بتبع ظهري. سوري سوري. هاي انا فرات طالب الايو ومشارك بالمسرحية. وانا حنين طالب بالايو ومشاركة بالمسرحية. والسبب الاخير اللي ما طائفي ما ينزل يحضر، مع انه هو اكثر واحد لازم ينزل يحضر. بس بدك مين يفهم يا حنين؟ يلا في حال نزلتوا تحضرونا إلنا الشرف، وفي حال ما نزلتوا تحضرونا رح نضل نحكي قضيتنا حتى للكراسي الفاضية. شكرا لحضوركم ولعدم حضوركم. محمد دايخ.